مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ووحشتوني جدا، وخلوني استاذنكم ان احنا ان شاء الله باذن الله ابقى معاكم في هذا البرنامج يومي الاربعاء والخميس من كل اسبوع خلال شهر رمضان. البرنامج زي ما حضراتكم عارفين بيبدا الساعه 9، وبينما احنا كلنا بنقضي هذا الشهر الكريم بنتسحر وبنفطر وبنصوم وبنتعبد وبنقرا قران، وكتير مننا بيتفرجوا على مسلسلات وبرامج، برامج رمضان ومسلسلات رمضان التاريخيه في مصر بقت عاده مرتبطه بشهر رمضان. بينما نفعل ذلك هناك حرب حقيقيه في مصر. نعم، انا بقول لكم هناك حرب حقيقيه في مصر، حرب من القوات المسلحه المصريه و أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بكل فروعها وكل إداراتها ضد الإرهاب الجديد في مصر. نعم، هناك حرب ضد الإرهاب في مصر، وهذه الحرب من بدأها هو الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية. وحضراتكم ملاحظين طول الوقت أن احنا في أوضاع مضطربة بسبب محاولة فصيل ما في المجتمع فرض إرادته على الشعب المصري اللي خرج بالملايين في 30 يونيو وقال كلمته وأصدر أمر. وأنا بحب أقول أن الشعب المصري هو الذي أصدر أمرا لقواته المسلحة بأن تستجيب لإرادته وأن تغير الوضع الملتبس والشائك والخطير والفوضوي اللي كان موجود في مصر خلال عام مضى. بقول لكم حرب ليه؟ لأنه كل يوم بنشوف أحداث وبنشوف تطورات على الأرض بتؤكد أن مصر بتخوض حرب لابد أن يتكاتف فيها الشعب المصري بالكامل مع قواته المسلحة ومع وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة، لأنه كما تابعنا خلال الأيام الماضية وحتى اليوم وهيحصل الأيام اللي جاية، أنه لأول مرة الشعب المصري هو الذي يتقدم حرب حماية المجتمع وحماية هذا الوطن. الشعب المصري بكل فئاته بيتصدى لمحاولات فرض الفوضى وفرض الفتنة في مصر وتدمير هذا الوطن في أيام مباركة. وللأسف لا علاقة على الإطلاق بين ما يحدث في الشارع المصري الآن وفي الجحور وفي سيناء وفي كل مكان بالدين الإسلامي الذي يتصدق به البعض والذي يمتطيه البعض وصولا إلى مصالح خاصة وضيقة جدا ووصولا إلى كرسي الحكم. بقول لكم ده النهاردة لأن عندنا أخبار كتيرة مرتبطة بهذا الموضوع وهذه الحرب الدائرة في مصر الآن. بينما كلنا عايشين حياتنا وبنحاول ان احنا نعيش حياتنا طبيعية، بنعاني من قطع الشوارع والطرق ومحاولة البعض انتهاج منهج العنف، لكن ايضا في ناس بيوصلوا الليل بالنهار وبيجي ساعة الفطار وساعة المغرب وساعة السحور ما بيحطوش لقمة في بقهم لانهم بيحاولوا انهم يحموا هذا الوطن من جماعات ارهابية مسلحة في كل مكان. النهاردة او امبارح مساء قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة التابعة للجيش المصري استطاعت ان توجه ضربة قاسمة وخاطفة الى جماعة ارهابية خطيرة جدا. الخبر اللي عندنا بيقول واكيد هنسمع تداعياته خلال الايام المقبلة انه القوات المسلحة استطاعت ان تضبط تنظيم جهادي تابع لتنظيم القاعدة، وحضراتكم عارفين يعني ايه القاعدة، بيقوده الدكتور رمزي موافي وهو اسم شهير جدا في عالم هذه الجماعات الجهادية. يطلق على هذا التنظيم جيش مصر الحر. طبعا لا مصر ليها علاقة بهذا التنظيم، ولا هو جيش ولا هو حر، ولكنه تنظيم إرهابي. المتهم الرئيسي هذا التنظيم هو المتهم الرئيسي في أحداث العنف والإرهاب المسلح الدائرة الآن في شبه جزيرة سيناء. قوات الصاعقة التابعة للجيش الثاني الميداني اللي بيخوض حرب دائرة الآن في سيناء وهتشتد خلال الأيام المقبلة، تمكن من إلقاء القبض على إبراهيم سنجاب
الذراع الأيمن لرمزي موافي ونائبه خليل أبو المر، والاتنين المفاجأة بقى الاتنين مش مصريين. مصر دلوقتي بقت مرتع لجماعات وتنظيمات إرهابية خطيرة مش مصرية. مين اللي جابهم ومين اللي أمدهم بالتمويل ومين اللي كلفهم بهذه العمليات؟ هنعرف كل ده في تفاصيل هذا الخبر، لأن عندنا اعترافات مهمة جدا في التحقيقات النهاردة بتنشرها صحيفة الوطن المصرية. هنعرف التفاصيل من زميلنا الأستاذ محمد مقلد. مساء الخير. تنور اسمك. أنا أستاذ محمد. أستاذ محمد، قل لنا تفاصيل هذه الخلية الخطيرة التابعة لتنظيم القاعدة. هو تفاصيل ببساطة إن يوم الثلاث حوالي الساعة 7 الصبح كان في قوات من الصاعقة كانت في طريق المدق في جبل الحلال، فعدت قدامهم عربية دفع رباعي شكوا فيها فوقفوها، فبيفتشوا لقوا اتنين جوه العربية ومعاهم جهاز للطب وبعض الخرائط الخاصة ببعض المواقع العسكرية، بالذات المواقع العسكرية الموجودة على الحدود بين مصر وغزة. تمام؟ فطبعا هم في البداية ما كانش يعرفوا الشخصيتين دول مين. لما قبضوا عليهم ودوهم لاحدى الجهات الاستخباراتيه في العريش، عرفوا ان احدهم ابراهيم سنجاب، وده اشتهير بابو سفيان، وده الذراع اليمنى للدكتور رمزي موافي اللي هو هارب في قضيه وادي النطرون حضرتك تتذكر، مع الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق. تمام؟ ويسر نوفل اللي هو متهم بقى حسن ابو باشا اللي هو وزير الداخليه. والثاني خليل ابو المر اللي هو اشتهير بالشيخ الشامي، والشيخ الشامي ده هو الذراع اليمنى ل ابراهيم سنجاب. ابراهيم سنجاب ده مسؤول في تنظيم رمزي موافي، مسؤول التسليح. لان رمزي موافي مسافر اليمن في اوائل التسعينات واتعرف على ابراهيم سنجاب، علمه ازاي. انت حضرتك عارف ان رمزي موافي ده من الناس اللي بتصنع المتفجرات بحرفيه كبيره عن طريق المواد الكيماويه. فعلمه، فاصبح ابراهيم سنجاب هو ايه؟ المسؤول عن ملف التسليح لتنظيم رمزي موافي. جه ازاي ابراهيم سنجاب؟ دخل ازاي؟ دخل بعد الثوره يعني في بدايه 2012، دخل مصر عن طريق المطار عادي جدا. عن طريق المطار؟ عن طريق المطار عادي جدا، لان بعد الثوره اصلا الوضع الامني ما كانش مستتب. تمام؟ اما الثاني اللي هو خليل ابو المر اللي هو الشهير بالشيخ الشامي، فده من المفاجاه ان هو اصلا عضو في كتائب القسام. كتائب عز الدين القسام. الذراع العسكري لحماس. تمام. ولما هرب رمزي موافي وراح سينا، وهو لحد دلوقتي موجود في جبل الحلال في سينا، وكل الجهات الاستخباراتيه والجيش عارفين كده كويس، وللاسف في مفاجاه من العار الثقيل انهم ماسكين اكثر من 11 واحد، ما يقرب من 11 واحد تابع لتنظيم القاعده، وبيتم التحقيق معاهم على اعلى مستوى، والجيش لن ولم يعلن عن التفاصيل الا بعد الانتهاء من عمليه فتح 2 وتطهير سينا، لان هيبقى فيها مفاجات كبيره في قيادات في جماعه الاخوان وقيادات في الجماعه الاسلاميه، وفي شخصيه بارزه جدا تبع الثلاثيه الجهاديه هي اللي كانت بتوصل المبالغ لرمزي موافي عشان يقوم بالعمليات المسلحه في سينا ويعمل عمليه ارهاب. يعني واحنا مش يعني في التحقيقات يا استاذ محمد، أن أولا حضرتك بتقول أنه تم ضبط 11 خلال الأيام الماضية ينتمون لتنظيم القاعدة، وأن هناك دعم وتمويل من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية. في شخصيات بالاسم، في شخصيتين بالاسم قيادين كبار في جماعة الإخوان المسلمين، والثاني في الجماعة الإسلامية، هم اللي على اتصال عن طريق قيادي بالثلاثية الجهادية برمزي موافي اللي موجود دلوقتي في سينا، اللي اعلن موضوع الجيش الحر والاماره الاسلاميه في سينا والكلام اللي احنا بنسمعه في الفتره الاخيره دي. تمام؟ بالنسبه لخليل ابو المر، لما ممتاز دغمش قابل رمزي موافي، خليل ابو المر دخل سينا عن طريق الانفاق. تمام؟ ممتاز دغمش اللي هو قائد الجيش الاسلامي في فلسطين على علاقه وفيده برمزي موافي. وقابلوا بعض ومش عارف بقى، ساعدوا ممتاز دغمش ببعض الرجال منهم خليل ابو المر اللي هو اصلا مسؤول التدريب، كان مسؤول التدريب في كتائب القسام، واصبح مسؤول تدريب الشباب في جبل الحلال لتنظيم رمزي موافي. يعني من الاخر ان جبل الحلال بقى بؤره
خطيره جدا اجتمع فيها ناس من اليمن وناس من فلسطين وناس من سوريا وناس من ليبيا وبيتدربوا هناك على ايد خليل ابو المره اللي هو. وده اللي مخلي القوات المسلحه ومخلي الاجهزه الاستخباراتيه في مصر عندها نوع من انواع الحذر الشديد جدا انها تنشر اي معلومات عن القصه دي. وهي وخلال 10 15 يوم من النهارده هتبدا تفتح المجال وتتعرف الراي العام كله ايه اللي كان بيحصل، لان في شخصيات كبيره جدا وهم ما يقدروش يكشفوا دلوقتي عشان الامور لا زالت لسه ما فيش مش مستتبه، وهيبقى الملف خطير وفي معلومات في منتهى الخطوره وهتورط ناس كبيره هيستحقوا الاعدام. شخصيات مصريه قياديه. شخصيات مصريه قياديه، جماعه منهم ناس من جماعه الاخوان متورطين في هذا الملف، وده ايه؟ كله متسجل، كله متسجل، هيبقى الملف في منتهى الخطوره. ومبالغ ماليه اتدفعت، واللي كان بيدفع المبالغ الماليه الرمزي الموافي قيادي في جماعه الثلاثيه الجهاديه. وانا مش عايز اقول معلومات اكتر من كده عن قيادي الثلاثيه الجهاديه لانه كان موجود هناك، ولو فتحت اكتر من كده الناس هتعرفه، واحنا مش عايزين نذكر اسماء في التوقيت الحالي. اشكرك جدا استاذ محمد مقلد الصحفي في جريده الوطن. عايز اقول لحضراتكم اعترافات خليل ابو المر وابراهيم سنجاب اللي تم القاء القبض عليهم، زي ما سمعتوا زميلنا محمد مقلد قال ان هناك عناصر اخرى تم القبض عليها بتنتمي لتنظيم القاعده ومن جنسيات مختلفه غير مصريه، تم ادخالها وتم تمويلها والتخطيط معها لشن حرب ارهابيه ضد مصر. اعترافاتهم في التحقيقات هقول لكم نبذه من هذه الاعترافات الخطيره. قالوا انه نركز بقى في الكلام ده عشان نعرف ايه اللي بيحصل في مصر، عشان انا عندي وجهة نظر ورأي في مسألة الشخصيات السياسية وبعض الاعلاميين اللي بيتكلموا عن فكرة المصالحة، المصالحة السريعة مع هذه الجماعة، جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية وغيره. فكرة المصالحة تتم امتى وازاي؟ ليها شروط، مش كلام اي كلام كده في الهوا نقعد نقول عايزين نتصالح نبقى كويسين مع بعض ونبقى شطار كده ونقعد مع بعض والكلام ده، لا ده ليها شروط محددة هقول لكم عليها بعدين. بس خلينا نقول الاعترافات. قالوا ان هم تابعين لتنظيم جيش مصر الحر اللي اسسه الدكتور رمزي موافي في سيناء، وقالوا ان قيادات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية هي التي تحركهم، وانه تم دفع اموال لرمزي موافي مبالغ مالية كبيرة للقيام بأعمال إرهابية عقب إسقاط المعزول محمد مرسي، وتم تكليف قيادي من السلفية الجهادية بأنه يكون همزة الوصل والمنسق مع هذه الخلية. وقال في اعترافاتهم أيضا أنه كانوا طبعا تم العثور معاهم قوات الصاعقة لما دهمتهم وقبضت عليهم، كان معاهم خرائط ومجموعة أوراق كشكول وجهاز لابتوب واثنين جهاز هاتف ثريا، حضراتكم عارفين هاتف ثريا اللي هو ما بيترقبش. والمخطط بيقول انه كانوا بيهدفوا الى قيام بأعمال إرهابية، والتخطيط لاغتيال بعض القيادات العسكرية من الجيش المصري ومن بينهم او على رأسهم الفريق اول عبد الفتاح السيسي. معانا مين يا جماعة؟ الدكتور نبيل نعيم. الو، مساء الخير يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا دكتور نبيل، منور يا فندم. الف مبروك يا عم، ربنا يزح يغم عن مصر. الحمد لله رب العالمين، كل سنه وانت طيب يا فندم. صحة وسلامة. دكتور قول لنا معلوماتك عن هذا التنظيم الجهادي التابع للقاعدة. والله يا دكتور أنا عشت مع الدكتور رمزي موافي فترة قليلة، وهو رجل مختل عقليا وتسبب قتل ابنه عن طريق زرعة بنج زائدة، لأنه أصلا طبيب أسنان وكان يمارس جميع انواع الطب كده بالعافيه، وتسبب في قتل مواطن يمني برضه بسبب جرعه بنج، وكان يعمل في تنظيم القاعده ولكن لم يكن من الكتائب القتاليه، كان ماسك الاجزخانه وكان يتم تمويل الاجزخانه ديت من هيئه الاغاثه الاسلاميه، كانت ترسل كميات ادويه كبيره للافغان، وتم التحقيق مع رمزي موافق عن طريق ايمن الظواهري
بسبب سرقة هذه الأدوية وبيعها لحسابه. يا كمان أخلاقية وتكفير ورمز موافي وأمثاله هم اللي خلونا حلنا تنظيم الجهاد، لأنه تكفير وبيستحل أموال الناس ودمائها، وأنا عشت معاه فترات طويلة وأعرفه شخصيا. أما مسألة التنظيم، أنا بقول للشعب المصري اطمئن، إذا كان الغراب دليل قوم فبشرهم بالخراب، إذا كان رمز مواسي هو المسؤول عن هذا التنظيم فأبشر، كلهم هتمسكوا وكلهم هيعترفوا وكلهم هتلاقي معاهم أوراق ولابتوبات على كل المعلومات اللي تسهل للمحقق الوصول إليه. كان في سؤال يا فندم مهم جدا فيما يتعلق برمزي موافي. المعلومات اللي عندنا في التحقيقات بتقول انه هرب من سجن وادي النطرون مع الدكتور محمد مرسي وقيادات من جماعة الاخوان المسلمين اثناء ثورة يناير، ده صحيح؟ ايوه، هو كان معانا في الدكتورة وبعدين تم ترحيله لوادي النطرون، وهرب اثناء فترات الثورة في نفس التوقيت اللي هرب فيه محمد مرسي، هربوا مع بعض. وهو رمزي موافي اساسا يعني فقير ولا يستطيع النفقه على نفسه، لانه هو اصلا طبيب اسنان، والناس بتقول طبيب بن لادن، هو ما كانش طبيب بن لادن ولا حاجه، لانه طبيب اسنان. بن لادن مش محتاج طبيب اسنان اصلا، ولكن هو كان بيتم تمويله عن طريق جماعه الاخوان المسلمين بكميات اموال وفيره يعني. عن طريق جماعه الاخوان المسلمين. هل لديك تفاصيل عن المسؤولين عن هذا التمويل والمنسقين مع تنظيم القاعدة؟ كان بيروح له بواسطة بعض قيادات الجماعة الإسلامية، العناصر اللي كانت جهازه انضمت للجماعة، وبهدف عمل أحداث في سيناء، ولكن هو رمز موافي المجموعات بتاعته ليست كفاءات، يعني ما تخافش منهم، هم من هيتمسكوا أمر كفاءاتهم القتالية شبه بليدة جدا يعني. غير حماس كفاءتها القتاليه عاليه جدا. من خلال معرفه حضرتك بهذه الجماعات، هل تتوقع ان يحقق الجيش المصري نصرا على الارض في سيناء فيما يتعلق بجبل الحلال والمجموعات الارهابيه؟ اسرع مما تتخيل، اسرع مما تتخيل، سوف يحسم الجيش المصري هذه المعركه باسرع مما تتخيل، لان انا كنت اذهب الى سيناء الى عهد قريب جدا، وكانت هذه المجموعات مبهودة من أهل سيناء وبيكرهوهم جدا، ولولا الدعم الإخواني والغطاء السياسي اللي وفرته جماعة الإخوان لهذه الجماعات لتم القضاء عليها بواسطة الأهالي نفسهم. أشكرك جدا السيد نبيل نعيم القيادي الجهادي المعروف والبارز. دي النقطة بقى المهمة جدا. بنتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، اللي كل جماعة فيهم ليها من بعد الثورة حزب سياسي. جماعة الإخوان المسلمين كان لها حزب الحرية والعدالة، وجماعة الجماعة الإسلامية كان لها حزب البناء والتنمية. بقول ليه قبل ما نعمل مداخلات ديت ونعرف المعلومات دي كلها، بقول ليه مسألة المصالحة اللي بعض الأصوات بتتصدق بيها الآن، وفاكرين حضراتكم بعد ثورة 25 يناير 2011 طلعت أصوات كثيرة جدا حالمة ولا تجيد الفهم الأمور السياسية ولا الواقع اللي موجود على الأرض تتكلم بنفس هذه اللهجة. نحن لسنا ضد المصالحة، ومش ضد استيعاب الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان، بلاش خلينا نسميها جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية اللي بتسمي نفسها الجماعة الإسلامية، احنا مش ضد استيعابها في المجتمع، ولا بد ان يتم استيعابهم في المجتمع، ولكن بشروط محددة. لا يمكن على الإطلاق ان تخوض مفاوضات مصالحة وزي ما بيقولوا مصارحة ومصالحة مع جماعات لا تزال حتى الآن بأحزابها بقياداتها تمارس الإرهاب ضد الشعب المصري. ومش ممكن على الإطلاق نتكلم عن مصالحة وطنية واستيعاب هؤلاء البشر في الحركة الوطنية المصرية وفي المجتمع المصري الذي يسعى الآن إلى البناء والتنمية، وهم بيمولوا جماعات إرهابية قادمة وآتية من خارج مصر، من اليمن ومن سوريا ومن أفغانستان ومن غيره، علشان يدمروا المجتمع والشعب المصري، الوطن المصري. إزاي؟ بأي معنى؟ إزاي تحط إيدك في إيد حد في إيدي فيها دم؟ إزاي أتحاور مع حد
مباشر كده وبشكل شفاف وهو من تحت الترابيزه ومن ورا ظهري بيقتلني. المعلومات دي خطيره يا جماعه، محتاجه ان احنا نفهمها كويس. مش عايزين نرجع للسطحيه والسذاجه السياسيه اللي كانت موجوده عند بعض افراد من النخبه المصريه، السياسيين والمفكرين واعلاميين اللي دوشونا اثناء انتخابات الرئاسه وراحوا فندق فيرمونت، وقفوا وقعدوا مع محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين ودعموهم واتضحك عليهم بكلمتين ووعود حنث بيها مرسي وجماعته بعد كده طول الوقت، وبعدين يطلعوا يصرخوا النخبه دول اللي حطوا ايديهم في ايد الاخوان يقولوا الحقونا والجيش المصري يلحقنا احنا ضعنا والشعب المصري ينزل الميادين والحقونا الدنيا بتخرب والاخوان عملوا كذا، ومرسي حولها لدوله ارهاب ومئات وعشرات من العناصر والاشخاص الارهابيين تم الافراج عنهم بقرارات رئاسيه جمهوريه من محمد مرسي وهو رئيس جمهوريه علشان يروحوا سينا ويكونوا خلايا في كل محافظات مصر ويقتلوا اولادنا في الشوارع. باي منطق؟ باي عقل؟ في مجتمع نخبته جهله وغبيه وساذجه بهذا القدر؟ ازاي نتصالح مع ناس لا زالوا حتى الان يستخدمون العنف والدم للتعامل مع مجتمع مسالم؟ نتخيلها ازاي؟ هنرتكب نفس الجريمه وهنرتكب نفس الاخطاء والخطايا اللي حصلت بعد ثوره يناير دلوقتي بعد ما 30 مليون مصري نزلوا بزوجاتهم وبناتهم وامهاتهم. المراه المصريه كانت صاحبه الفضل الاول بعد الله في هذه الثوره اللي حصلت بمعجزه وعبقريه من هذا الشعب انه ينزل ويخلع نظام فاشي ومستبد بهذه الطريقه، ينزلوا ويعرضوا حياتهم للخطر ويعملوا مشهد العالم كله اندهش منه. لم يحدث في التاريخ هذا الخروج مثلما خرج الشعب المصري في 30 يونيو. تطلع نخبته بقى تاني دلوقتي زي ما عملت الجريمه، جريمه فيرمونت وجريمه انتخابات الرئاسه والخطيئه اللي حصلت ان احنا نوصل مرسي وشفيق للاعاده ونقعد نختار بين خيارين هما الأسوأ، وبعدين يروحوا فيرمونت ويقعدوا في اجتماعات معلنه وسريه ويروحوا ايدينا في ايد الاخوان المسلمين. احنا مش ضد ان احنا تبقى ايدينا في ايد جماعه الاخوان وفي ايد كل مصري، ولكن لابد ان يراجع نفسه اولا، وان يصدر مراجعات واضحه جدا للمجتمع، وان يعتذر، وان يحاسب ويحاكم كل من تلوثت يديه بدماء المصريين. لكن فكره الهبل اللي احنا بنقعد نقول عليه البعض اللي طالع يقول عليه دلوقتي ان يلا نتصالح يا جماعه ونحضن بعض وجيشنا المصري ولادنا كلهم بيستهدفوا والشرطه المصريه بيتقتلوا في سيناء وبيتقتلوا في المدينة والمواطن البريء بيتقتل، ده اسمه تآمر، ده اسمه خيانه في حق مصر. لانه اللي حصل قبل كده في السنتين اللي فاتوا كانت اسمها خيانه، سواء بقى متعمدة ومقصودة وفيها مصالح أو عن جهل السياسي. اللي جاهل وغبي سياسيا ما يتصدرش المشهد وما يطلعش للشعب المصري يقول له النبي احنا حبايب. حبايب في الأخطاء السياسية العادية، وتتم مراجعات ويقبلوا بشروط المجتمع المصري وضوابطه القائمة على التنوع. الشعب المصري ما ينفعش فصيل واحد عايز يحطه في جيبه ويحكمه ويديره ويبيعه لقطر ويبيعوا لتركيا ويبيعوا الامريكان والاسرائيليين ويبيعوا لتنظيمات ويبيعوا للقاعده ويبيعوا للجهاد وغيره. الكلام ده مش ما ينفعش. نعقل شويه بقى ونفهم عشان احنا هنودي الشعب وهنودي البلد دي في داهيه. المصالحه في السياسه، لكن في الجرائم وفي الدم وفي القتل وفي الارهاب مش مقبول. مفيش حد من الشعب المصري هيقبل ده، ومش من حقكم تطلعوا تقولوا مصالحه بدون محاسبه وبدون محاكمه وبدون مراجعه. لازم كل واحد أخطأ في حق هذا الشعب من مرسي لأصغر واحد يطلع ويعتذر ويحاكم عن أخطائه، يعتذر ويراجع أفكاره السياسية، إنه يبقى شريك في السياسة المصرية بشروط القوى المدنية المصرية، بشروط المجتمع المصري، بشروط ال 30 مليون اللي خرجوا وال 22 مليون اللي مضوا على استمارة التمرد. لكن نيجي نقول مصالحه في الدم؟ لا. يا اللي طالع بتقول خلونا نتصالح ونبقى حبايب، جرب ان ابنك او اخوك او اي حد قريب ليك ضابط في الجيش المصري او عسكري في الامن المركزي او عسكري في الجيش المصري او ضابط في الداخليه اتقتل ولا زال حتى الان
دمه مهدر في سيناء وفي مناطق كثيرة في مصر. جرب كده بدل ما تطلع تنظر وتقول لنا كلام في التكييف كده وكلام في الهواء، جرب ان يموت لك حد، جرب ان يتقتل لك حد بيأدي واجبه، واقف على الجبهة، واقف في الصحراء وبيدافع عن امك واختك ومراتك وبنتك وابنك وعن عربيتك وعن بيتك وعن شرعك وعن كل حاجة. هو بيدافع حاطط حياته على كفه رايح يدافع عنك، فبيتقتل من تنظيمات إرهابية وتيجي حضرتك تقول لي نتصالح. لا، ده انت لو حد جرح صبعك هتقعد تصرخ لنا وتقول إرهابيين والحقوهم وحكموهم. لا، كله لازم يتحاكم. الكلام ده اسمه هبل سياسي اللي بيتقال دلوقتي، وبعض الشخصيات اللي دوشتنا واللي بعتبرها عبء على الثورتين المصريتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، دول عبء علينا وللأسف بيلحقوا ضرر شديد بالشعب المصري وبالألاف والملايين اللي خرجوا في الثورتين. اعقلوا وافهموا عشان تسذك سياسيا، ومش فاهمين اللي أخطأ وأجرم يتحاسب، واللي يراجع نفسه سياسيا أهلا بيه، واللي ينبذ الدم ويقول أنا مش هستخدم الدم ولا الإرهاب أهلا بيه معانا. بالمناسبة دي بقى عايز أقول لكم خبر جميل فوق الخبر اللي فات اللي شفناه عن التنظيم التابع للقاعدة اللي هم مش مصريين اللي تم ضبطهم بالمخططات الإرهابية بتاعتهم. النهاردة ضبط شحنة أسلحة بميناء بورسعيد قادمة من تركيا. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا برموز المصالحة، أهلا برموز السلام والود والحب والأحضان. ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن موانئ بورسعيد بتنسيق مشترك مع قطاع المخابرات الحربية تمكنوا من ضبط حاوية كبيرة فيها في ميناء شرق بورسعيد. فيها ايه بقى؟ فيها اسلحة، مسدسات، طبنجات، كميات كبيرة جدا من طبنجات الصوت المتطورة القابلة للتعديل. ركزوا بقى في فكرة القابلة للتعديل. حضراتكم عارفين ان في نوع من المسدسات او الطبنجات الصوت قابلة للتعديل بحاجة بسيطة جدا، وعارفينها كل الخبراء وعارفينها ناس كتير في مصر، بيتم تعديلها عشان تضرب رصاص حي تقتلنا كلنا، والسلطات المصرية منعتها وعاملة عليها كردون دلوقتي وبيتحقق في القضية. دي جاية منين؟ من تركيا. منين يا ولاد؟ منين؟ من تركيا، من عند أردوغان اللي قاعد يدافع عن محمد مرسي واللي قاعد يدافع عن الإخوان، اللي طالع يقول في تصريحات سافلة ومستفزة أخلاقيا وغير مقبولة، وأي مواطن مصري لابد أن يقابلها بصفعة. طالع يقول أنا الرئيس المعترف اللي بعترف بيه في مصر هو محمد مرسي. أنت مين؟ أنت مين أساسا عشان تعترف ولا ما تعترفش؟ اتنيل. أنت مالك ومال الشعب المصري؟ أنت عايز الشعب المصري أو مصر الكبيرة جدا تدخل في حرب إرهاب وتفجيرات والسياحة تنتهي والمجتمع بالكامل ينهار عشان تقول لرئيسك محمد مرسي؟ لا انت ولا محمد مرسي بتملكه مصر ولا اي حد. الشعب المصري اللي خرج هو اللي علمك يا اردوغان وعلم شعبك ازاي تكون الارادة الشعبية الحرة. دي شحنة الاسئلة الاسلحة اللي جاية من تركيا. معنا مين يا فندم؟ معنا سيادة اللواء عبد الفتاح حرب مدير مصلحة المواني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا. احنا بنتكلم عن ضبط اسلحه الصوت النهارده في ميناء بورسعيد. اتفضل. هو كان بناء على توجيهات السيد الوزير بتكثيف القراءات الامنيه في المواني والمنافذ. وردت لنا من خلال كده وردت لنا معلومات بتقول ان في سخنه اسلحه مصدره من ازمير في تركيا جايه على مركز اسمها رابليه، ترقبنا وصولها، وصلت فجر اول امس، فرغت الحموله بتاعتها فجر امس. خممنا الاجراءات وتشكلنا لجنه جمركيه شرطيه، وكان بنفتش الحاويه لقينا فيها كميه كبيره من الاسلحه عباره عن طبنجات
الصوت يمكن تحويلها لسلاح ناري بتغيير الماسوره بس. هي عيار 9 مللي. الكميه كبيره جدا عباره عن 20,083 طبنجه. 20,000 طبنجه. 20,000 طبنجه. اه. 20,083. 83. اه. بمشتملاتها كامله بالعلبه بتاعتها يعني سلاح كامل ومتطور. تشبه الزيكزاور الامريكي. بيستخدم يعني يا دوبك نغير الماسوره تبقى ده بناء على خبير المفارقات قال لو اتغيرت الماسوره تبقى سلاح ناري كامل. حاجه بسيطه بس يعني تغير فيها حاجه بسيطه. تعديل بسيط وتبقى حي على طول. على طول. رصاص حي موت المصريين 20,000 طبنجه و83 جايين من تركيا من عند اردوغان. بالظبط كده يا فندم بالظبط كده. هي كانت جايه على بورسعيد ترانزيت وتتنقل بر على السويس. وطبعا ممكن بقى في السكه تتسرب. سياده اللواء عندنا معلومات بتقول ان الشحنه كانت جايه على انها فايبر جلاس. ما هي جايه الشحنه المشمول اللي جاي في البوليصه بتاعت الشحن انها فايبر جلاس. لكن كلها بالكامل معظمها طبنجات. سياده اللواء عبد الفتاح. حوالي 40,000 40 هدف. 40,000. ايوه. سياده اللواء عبد الفتاح حرب ومدير مصلحه امن الموانئ اشكرك جدا وربنا يعينكم في الحرب اللي انتم فيها. الشحنه دي جايه يا جماعه من تركيا من عند اردوغان اللي بيقول ان مرسي لازال رئيس مصر. انا بقول له يا اردوغان اخرس. اخرس علشان الايام اللي جايه هيتم الكشف عن الدور اللي كان بيلعبه ولا زال حتى الآن سفيرك في القاهرة سفيرك في مصر وسفارتك في مصر والعالم كله هيعرف حقائق وملفات من الدور التركي في مصر خلال السنتين اللي فاتوا. وأنا بقول لحضراتكم إن كل مصري كل مصري في جسمه في عروقه في شرايينه قطرة دم واحدة مصرية بتجري لابد أن يتخذ قرارا الآن بمقاطعة المنتجات التركية في مصر. هذا النظام التركي بأردوغانه بحزبه بمخابراته بسفيره في مصر بيشنوا حرب لتدمير هذا البلد لمصلحة جماعة ولمؤامرة دولية هم عارفين تفاصيلها. احنا شعب إيجابي وشعب محترم ومتحضر. خرجنا 30 مليون واحد في مصر واسقطوا هذا النظام المتآمر على مصر والخاين لمصر. احنا الشعب اللي عمل ده قادر على انه الان وفي هذه اللحظة زي ما شايفين كلنا الدعوات اللي بتطلق خلال الفترة الماضية ان احنا نتخذ قرار اي حاجة تركية في مصر مش هنشتريها. مش عايزين حاجة تركية يا اردوغان. ما انت بتبعت لنا فايبر جلاس وتحط فيه مسدسات طبنجات عشان يتقتل بيها المصريين عشان دعم الارهاب. فاحنا مش عايزين تبعت لنا اي حاجه لا لبس ولا جبنه ولا اي حاجه في الدنيا تحط لنا فيها سم ولا تحط لنا فيها اسلحه ومسدسات. اخرس يا اردوغان. فاصل ونكمل.